بهذه الزياره لهذه المؤسسه ديال ام سكرت جامعه التقي. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تقبل منا هذه المساعده لهاد الوليدات هادو اللي شفنا الفرحه في عينيهم. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تكون مبادرات يعني تقوى هذه المبادرات بشكل كثير، لان كاينين الناس اللي هم في حاجه لهذه المساعده. كنتمنى الله عز وجل اللي تقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله. كان بنشكر بصفتي كاستاذ وبصفتي كممثل لمؤسسه مؤسسه القلم اللي قامت بهذه المبادره الطيبه، وجات فرحه الوليدات تاع دوار ام سكرت ودخلت الفرحه في وجوههم. ويعني انا صراحه داروا مجهودات كبيره، سواء التلاميذ وسواء الاطر تاع المؤسسه، وكان بنشكرهم بزاف، والله يجعل هذا العمل ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنايا ممتنين بان بعد ما نظمت مؤسسه القلم هاد الخرجه باش ندخلوا الفرحه والسرور على قلب هاد الاطفال المساكين الصغار. وكنتمنى ان شاء الله يعودوها لنا ان شاء الله، وكنتمنى ان الله يقبلنا هذا العمل. شكرا مؤسسة القلم.